السلام عليكم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من قناه المهندس هيثم نبيل. النهارده هنتكلم عن الخشب التك. الخشب التك يعتبر اغلى انواع الخشب، تمام، ويعتبر برضو افضل انواع الخشب. خشب التك هو اللي مستخدم في سقف الكعبه المشرفه، اللي يعني هو هم اللي بيكسوا بيه او تكوين سطح الكعبه المشرفه اتعمل من خشب التك. ليه؟ لانه بيحمل مواصفات معينه، منها مثلا هو بيقاوم الاحمال، لان طول العمر الافتراضي بيكون كبير جدا، درجه الانكماش فيه بتكون قليله وتكاد تكون معدومه، يعني ما سبحان الله. طبعا مقاوم للتغيرات الاجواء الحاره والجافه والمطر والرطوبه والجفاف، كل ده مقاوم لخشب التك، مقاوم للفطريات، مقاوم للحشرات، مقاوم لاي رطوبه متسربه داخل الخشب نفسه. فسبحان الله، عشان كده يعتبر من اغلى انواع الخشب. شجره خشب التك بتكون عملاقه نوعا ما، لان ممكن يوصل ارتفاع الشجره ل 40 متر. طبعا هي معظم النموها بتبقى في مناطق يصعب الزراعه فيها، عشان كده بتكون غاليه. طبعا في مواد او في اللهم صل على النبي، نماذج عاشت لسنين كتير من غير ما يحصل فيها اي مشاكل، وطبعا بسبب خشب التك. طبعا خشب التك معظم صناعته او معظم زراعته كانت في الهند او بتكون في الهند. في منه الخشب التك اللي هو البني المحمر، وده يعتبر اغلى خشب على الاطلاق من ناحيه السعر، ويعتبر اقوى خشب. وفي خشب التك المشرب بالابيض، ابيض مسفر، ده سعره بيكون متوسط السعر. وفي خشب التك اللي هو الابيض المسفر المشرب بالبني، ده يعتبر اللي هو النوع الشعبي الاقل جوده. طبعا بيتعمل منه، بيستخدم في اساس القصور والفلل والمشربيات. فخشب التك عشان يوصل لاي بلد من الهند لازم بيعدي على اختبارات معينه معماريه ومخبريه، لان معلش انت هتدفع فلوس كتير فيه، وبالتالي لازم البضاعه اللي توصل لك تكون بضاعه زي ما بيقولوا ذات جوده عاليه. سعره المتر ممكن يوصل لحد 2000 ريال وانت طالع. الميزه في الخشب التك بيحتوي على زيت، يعني في زيوت داخل الخشب بتخليه كانك لسه قطعه جديد من المنطقه بتاعته، فعشان كده بحافظ على عمره ومقاوم للعوامل، تمام؟ يعني بجانب الخشب زيت خشب التك، لدرجه ان احنا مره في احدى المشاريع كنا بنجيب زيت خشب التك بعد ما بندهن، بعد ما بنركب الابواب ونبدا نخليه يشرب الخشب التك ده. في اعمال الصيانه كذلك، لما تيجي تعمل صيانه لخشب التك سواء ابواب وما الى ذلك، بيفضل برضو انك تدهنه بزيت التك. فيعتبر اغلى خشب موجود طبعا مش على الاطلاق، بس يعتبر من اقوى الاخشاب اللي موجوده ومن انضفها بصراحه، استخدمناها في مشاريع كتير وكلها بتبقى حاجات خاصه، لانه بيبقى غالي جدا، ما فيهوش عروق كتير، بحافظ على شكله على مر السنين. فاتمنى تكون المعلومه وصلت لكم. اللي عايز يركب خشب تك يركب من غير ما يسأل. ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان أصلكم كل حلقاتنا بإذن الرحمن. كان معاكم مهندس هيثم نبيل، ويومكم